الثاني كابتن يعني حتى لو اللاعب زعل، ترى خليني اقول لك معلومه كابتن، ترى مو جديده بالمنتخب، ترى الحلقه السابقه حكيناها حتى قلنا بالانديه، ترى حتى عندنا بالمنتخب، احنا منتخبنا جينا ترى صارت شان. صارت اكو لاعبين هم يتذكرون الكباتن بس بدون اسامي زين، اكو لاعبين كانوا ما يلعبون هم يزعلون، هم هذا اللي ياخذ جوازه وهذا اللي يرجع لبغداد وهذا يقول انا بعد ما اقدر العب كذا، ترى هاي حاله هسه طلع الحكي من 2007 ضامين لا لا هسه. لا مو احنا نريد على مود اللاعب، احنا ما نريد نظلم يعني بس اللاعب، كانوا اكو ناس يزعلون ب 2007 طبعا كل البطولات، كل المنتخبات، كل المنتخبات، كل مو 2007 كل المنتخبات، كل منتخب كل ما نسافر يزعل لاعب، اللاعب ما يلعب يقول لك انا خلص. في هذا الوقت ما كانت اكو قرارات حازمه لردع هذه التصرفات؟ كنا احنا كابتن كنا احنا ما لاعبين نلم هذا الموضوع، ما نوصلها للكادر التدريبي، ممكن نقعد اللاعبين الكبار نتكلم ويا اللاعب وهذا بلدك وهذا كذا وانت ان شاء الله تلعب وبكالك موجوده تلعب اذا مو زين، تقدر تقنع اللاعب توصل المرحله، ممكن اللاعب بعد المباراه هسه تشوف بالانديه وحتى بالمنتخب ما يلعب ما يفرح بقد ما يلعب، احكيك امانه، هو انت اذا كان منتخبك واذا ناديك، اذا بناديك هذا رزقك ورزق عائلتك، واذا منتخب انت قاعد تمثل بلد كامل. اللي ما يلعب تلقاه بعد المباراه يروح يقعد بالمصطبه ولا كان الفريق غالب ولا كان المنتخب غالب. تنتهي المباراه يفكر راسا يقول لك انا خلاص زعلت، طبعا كنا هاي شنو هاي؟ خليني احكي لك اياها نستر عليها. نضمها نروح اللاعبين نحكي ويا اللاعب نقول له يابا ترى ما يصير، هذا منتخبنا كذا، حتى هذا اللاعب الولد الصغير يعني هسه الولد اذا حتى